ينظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان عبر آليته الوطنية الخاصة بحقوق الطفل اليوم ندوة وطنية تتعلق بنقاش حول كفالة الأطفال بالمغرب. هو موضوع يطرح أولا بالنسبة للمجلس انطلاقا من عدة مستويات. المستوى الأول هو النقاش يعني الراهينية ديالو جات من بعد زلزال الأطلس والنقاش المطروح حول الأطفال في الضحايا هذا الزلزال هادو اللي يعني كان فقدوا الأسر ديالهم. ثانيا المستوى الثاني هو النقاش أيضا الدائر حول مدونة الأسرة، والمستوى الثالث هو أيضا النقاش المطروح سواء من طرف مغاربة العالم لكن أيضا مطروح من طرف بعض الأجانب الذين يودون أن يتكفلوا بأطفال مغاربة. إذا هو نقاش يطرح أيضا انطلاقا من أشغال الآلية واشتغالها على الموضوع انطلاقا من شكايات معينة، لكن أيضا هو نقاش ذو رهينية. اليوم سنحاول مقاربة الإطار القانوني والاجتماعي والاقتصادي للموضوع مع طرح بعض التوصيات التي من شأنها أن تلائم وتعدل هذا الإطار القانوني. اليوم نجتمع مجددا يعني في إطار مناقشة مجموعة الإشكالات التي تهم حقوق الطفل. سبق الآلية نظمت يعني لقاءات وطنية مهمة، مثلا على غرار الحق في الهوية، الهدر المدرسي، استغلال الأطفال في التسول إلى آخره. اليوم نلتقي لمناقشة موضوع آني، موضوع له رهينيته، موضوع يطرح مجموعة الإشكالات العملية، خاصة ونحن يعني بعد مرور ما يناهز أكثر من عقدين من الزمن على صدور القانون رقم 1501 المتعلق بكفالة الأطفال المهملة. كما تعلمون هذا القانون يعني طرح مجموعة من الإشكالات القانونية أولا التشريعية، طرح كذلك مجموعة من الإشكالات الاجتماعية، مجموعة من الإشكالات على مستوى التحسيس والتوعية، على اعتبار أننا نجد أن العائلات على المستوى الوطني تعزف على اختيار أو تبني نظام الكفالة، كفالة الأطفال المهملين. إضافة إلى ذلك الموضوع بطبيعة الحال يطرح مجموعة من الإشكالات على مستوى الممارسة العملية، هذه الإشكالات التي جسدها العمل القضائي على مستوى محكمة النقد، محكمة القانون، كذلك على مستوى محاكم الموضوع. اليوم نلتقي في هذا اللقاء العلمي الذي له كما قلت رهينيته، ونجمع مجموعة من المتدخلين والقطاعات المهنية على رأسها وزارة العدل، رئاسة النيابة العامة، وزارة التضامن، رئاسة النيابة العامة كما قلت، وكذلك المجتمع المدني وشهادات كذلك من الواقع، وذلك بهدف يعني تطرق لمجموعة من الإشكالات التي تطرحها الواقع العملي، الخروج بتوصيات مهمة، وخاصة نحن في أفق يعني الدعوة إلى تعديل نظام الكفالة الذي يتزامن مع ورش ملكي مهم المتعلق بمدونة الأسرة. مدونة الأسرة التي هناك مجموعة من المقتضيات الذي سبق أن تقدمنا بمذكرة من بين هذه المقتضيات، المقتضيات المتعلقة بنظام الكفالة التي كنا يعني سباقين إلى طرح إشكال أنه لابد يعني من إقحام هذه المقتضيات داخل مدونة الأسرة باعتبار مقتضيات يعني لها علاقة بالأسرة المغربية إلى آخره.